انفضت الوقفة الاحتجاجية أمام القصر الجمهوري بمعاشيق سريعا، فبالإضافة إلى استدعاء الحكومة ممثلين عن منتسبي الشرطة والدفاع المدني، وصل بلاغ عن نشوب حريق أنسى هؤلاء الرجال المرابطين دون معاشات منذ عام ما جاءوا إليه. توجهنا إلى معاشيق على حسب توجيهات مدير الأمن، قال أنه قد تم موافقات اعتماد المقاومة الذي هم بمراكز الشرط من قبل رئيس الجمهورية. جينا لهنا لأن لنا أزيد من سنة وسبع شهور شغالين مع الدولة بإخماد الحرائق وقائمين بواجبهم الأفراد على أكمل وجه من دون أي رواتب أو حتى ترقيم. كل اللي حصلناه منهم وعود كاذبة. كاميرا قناة بلقيس انطلقت مع رجال الدفاع المدني صوب الحريق الذي اندلع في مخازن للعطور في مدينة كريتر. نداء الواجب هو الذي نقل رجال الدفاع المدني من أمام قصر معاشيق إلى هنا لإطفاء الحريق الذي نشب وقت اعتصامهم. الصورة ضبابية هنا، ولا توثق فقط لحادثة لم تتضح ملابساتها بعد، وإنما لتوصل رسالة عملية لهؤلاء الجنود المهضومة حقوقهم رغم استمرار أدائهم لواجبهم الوطني والإنساني. ورغم اعتصامنا ولا توجد لنا رواتب، ولكن خرجنا من أجل المواطن لكي نطفي الحريق، ونحن لا نهم إلا المواطن، ولكذلك نريد من المواطنين أن يقوموا معنا في هذه الاعتصامات. كالعادة يخرج المتفاوضون مع الحكومة بجملة من الوعود ينتظر تحقيقها، وينتظر تضامن الشارع مع هذه الفئات التي تقدم خدماتها المهمة للمجتمع. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.